دكتور هاني الناظر، مساء الخير. أمنوني فندم. امبارح كان معانا الدكتور علي مصالح وزير التموين والتجاره الداخليه، وكان بيرد على مقال نشر حوالين نزرع شعير ولا لا، طب الشعير ده مفيد ولا لا، تكاليفه ايه ولا لا. وكنا بنتكلم النهارده صباحا، فايه وجهه نظر حضرتك في هذا المجال فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا؟ اقول لسيادتك حاجه، في عام 2006 اثناء رئاستي للمركز القومي للبحوث كانت بدات تلوح دايما في الافق مشكله القمح واستيراد القمح والضغط عليه من الكلام ده. فانا في الوقت ده نتيجه، عارف سيادتك، انا يعني قرايتي لتاريخ الفراعنه لاحظت انهم كان كل اكلهم والعيش بتاعهم اساسا شعير، لان الشعير قيمته غذائيه عاليه. بس انا لو عملت رغيف من الشعير دلوقتي هيبقى غير مستساغ لاسباب كتير. فاحنا فكرنا ان احنا نعمل تجربه، مشروع بحث يعني، ان احنا نعمل رغيف خبز من الشعير والقمح. ففضلنا يعني انا شكلت فريق بحثي من قسم الصناعات الغذائيه برئاسه زميل لينا يعني، يعملوا دراسه. ففضلوا يعملوا تجارب الى ان توصلوا لرغيف مكون من 75% دي قمح و25% دي شعير. يبقى وده كان فيه مواصفات ممتازه وطعمه مستساغ. يبقى انا كده لما اعمل الرغيف دون بوفر 25% من القمح، معناه ان انا اقلل استيراد القمح بنسبه 25%، ودي نسبه كبيره جدا. طب بقى عندنا سؤال، طب الشعير ده هنزرعه فين؟ نعم. فكان المشروع البحث الثاني اتجهنا لايه حضرتك؟ احنا مش عايزين نزرع الشعير في اراضي مزروعه من اول محاصيل او بالقمح او اي محاصيل اخرى، فلازم ازرع في حته ثانيه مش بتتزرع. فعملنا تجربه كبيره مع محافظه الفيوم. محافظه الفيوم فيها بحيرات اسمها بحيرات وادي الريان. نعم. دي مساحتها كبيره جدا، الاف الافدنه، ودي ميه حلوه غير مستغله. فاحنا عملنا مع المحافظه تجربه على 50 فدان هناك لزراعه يعني نوع من انواع الشعير اللي بتدي انتاج عالي، وده افخر انواع الشعير، اسمه الشعير المعرى، لان في شعير مغطى. عملنا تجربه واستخدمنا مياه الوادي الريان فرعيها، فادت كميه عاليه جدا للارداب في الفدان، وكانت ناجحه جدا. المنطقه دي اكتشفنا ان طبيعه الرمله هناك لا تصلح لزراعه اي نبات بنجاح الا الشعير. لو زرعت فيه حاجات تانية ما بتديش انتاج. يعني مفيش، المنطقه دي ما بتتزرعش اي شيء. حاليا بيزرعوا فيها حاجات بس الانتاج بتاعها ضعيف حضرتك. ضعيف، نعم. انما لما تزرع شعير انتاج عالي. طيب المساحه الرمله اللي حوالين البحيرات دي قد ايه؟ نعم. الاف الافدنه. فاذا انا استطيع رقم واحد ازرع الشعير في المنطقه دي ويبقى عندي انتاج كبير جدا. نعم. في منطقه غير مستغله، وانا كده ما باخدش من الوادي او اي حته تانية. النقطه الثانيه حضرتك، هو النهارده الشعير بيتزرع في مصر فين؟ على الساحل الشمالي، من اول بعد منطقه الساحل لغايه مصر مطروح. نعم. بيعتمد على المطر. انا عندي منطقه اخرى مماثله ما بنستغلهاش زراعه الشعير، اللي هي حضرتك من شرق بورسعيد، ايوه، وانت ماشي كده بلوزه رمانه بير العبد لغايه العريش ورفع. المنطقه دي بتسقط عليها امطار سنويه زي الساحل الشمالي واكتر. ودي كلها مناطق حضرتك مش مزروعه، ممكن الاستفاده منها بالشعير. نعم. يبقى انا كده ضميت حضرتك يعني اكتر من 500 او 600 الف فدان جديده بمحصول الشعير. وفي نفس الوقت انا كده حضرتك خلي بالك دي بقى زراعات جديده، ومش هاخد انا من ميه النيل نهائي ولا من ميه الابار، ده انا بستخدم المطر. اثنين، فتحت فرص كبيره جدا لعماله تشتغل في الحته دي وتنميه كبيره. وفي نفس الوقت بس دكتور هاني احنا بنستخدمه حاليا او عاده في الصناعات وليس في الاكل او العيش. مظبوط، مش كده؟ لا حضرتك، اقول لسه في بعض احيانا المحلات والسوبر ماركت الكبيره هتلاقي فيه خبز من الشعير. انت عارف حضرتك الفوائد بتاعه الشعير ايه حضرتك؟ ايه يعني الرغيف، بص حضرتك، على حسب احدث الدراسات العلميه بيخفض الكوليسترول في الدم، مضاد لتصلب الشرايين، بيحمي من القصور في القلب، بيقلل من مخاطر النوع الثاني من السكر، بيعمل على تحسين الصحه العامه،
بيقلل التهابات المفاصل لمرضى الروماتويد. فاذا كميه الفوائد بتاعته عاليه جدا، بالاضافه لانه في مضادات اكسده يعني بتساعد على تنشيط الجهاز المناعي. لكن حاجه دكتور هاني بيتكلم على نسبه 25% مش 5% او 10%. لا 25%. لو عملت الخلط ما بين الشعير والقمح بالظبط 25 دقيق شعير و75% بيديك رغيف شكله ايه؟ رغيف حضرتك بالمواصفات اللي يعني تعرف الصحيه والمطلوبه، لا رغيف الخبز العادي وطعمه مستساغ جدا. ده طبعا احنا طب ليه لم تطبق هذه التجربه حضرتك اتكلمت عليها من 2006 لم تطبق ليه؟ اذا هي ايجابيه او ممكن يبقى فيها جزء ايجابي. انا وانا بكلم وانا مع حضرتك دلوقتي معايا نسخه كامله من هذه الدراسات. والنسخه الاخرى موجوده في المركز القومي للبحوث مع زملائي في الصناعات الغذائيه وقسم المحاصيل. نعم. ده لحضرتك مشروع بحثي انفقنا عليه في المركز القومي للبحوث الاف الجنيهات. وده بحث علمي بمعنى الكلمه قابل للتطبيق. وتستطيع الحكومه يعني المشروع موجود تطبيقه فورا. بس امبارح سياده الوزير دكتور علي مصلحي قال لنا انه الفدان بينتج طن، يعني مش جايب هم زي ما بيقولوا كده. حضرتك الفدان اللي اتعملت التجارب دي اللي معايا الابحاث مديه عدد يعني انت عارف بيتحسب القمح بكم ارداب قمح في القمح بالارداب حوالي 18 ارداب. نعم. ودي نسبه عاليه جدا. نعم. ف يعني هذا المشروع بصراحه يعني خساره انه ما يتمش تطبيقه، وده في نفس الوقت هيوفر علينا حاجات. حضرتك بتقول انه اراضي غير مستخدمه على الاطلاق، ما بنزرعش فيها حاجه. دي اراضي غير مستخدمه على الاطلاق. نعم. مش هاخد من ميه النيل ومش هاخد من ميه الابار. نعم. انا هستفيد يا اما ببحيرات وادي الريان ميه نفسها يا اما من ميه المطر في منطقه الساحل الشمالي في سيناء. شمال سيناء دي كلها اراضي ممكن تتزرع شيء. سيناء واحنا كمان الساحل الشمالي اصلا بيزرعوا هناك. هو بيتزرع من الاول في حوالي يمكن 250 او 300 الف فدان. نعم. مزروعين شعير من الاول وبيعتمدوا على المطر فقط. فاذا في ميزه اخرى حضرتك بتقول الدراسه موجوده فممكن تتشاف الدراسه لو احنا بنفكر في هذا الامر. ده مشروع بحثي مكتوب اهو، انا بكلم حضرتك هو في ايدي. والنسخه الثانيه موجوده وموضوع تم تطبيقه وقبل التطبيق. نعم. وهو البحث العلمي يا حضرتك انت بتعمل حاجات بتحل مشاكل المجتمع بتاعك. صحيح. فيعني يا رب يتم تفعيله واستخدامه، ده هيحل لنا مشكله. وشوف حضرتك دلوقتي لما حصل مشكله اوكرانيا وروسيا وموضوع القمح. فطبعا انت النهارده هنا بتوفر 25% من اللي بتستورده. نعم. وده هيوفر قد ايه حضرتك؟ نعم. ملايين الدولارات على الدوله. نعم. بدفعها في استيراد القمح. نعم. بشكرك دكتور هاني ناظر كل التحيه لحضرتك، شكرا جزيلا. هنطلع